البودرة دمرت الشباب. ما تحطش في بالك يابا، المهم انك ربيت ولادك احسن تربية. لا يا ابني، ربنا يبارك لي فيك انت واختك، انتوا النعمة اللي اداني ربنا، بس انا صعبان عليا شباب البلد، بودرة التلج دمرت اجيال، بذمتك دول المستقبل، دول هيبقوا مستقبل. البودرة دمرت شبابك يا بلد. لا ولا قوة الا بالله. اللي الواحد شايفه ده؟ معلم، عايز سندوتش معلم، بطل. ده ايه ده يابا ده؟ انت مش بتسمع يقولوا واحد بيشرب بودره وواحد غرقان في البودره؟ هو ده الغرقان في البودره. ودي اخرتهم ايه دول يابا؟ تسلخات والعياذ بالله. قوم بقى غور من هنا. يلا هتغور من هنا يا يلا يا. ايه ده؟ بس ايه يا حاج ده؟ ايه اللي عرفك بالبودره والكلام الكلام ده؟ لا ما ابوك كان شقي ياض يا ميشو. من زمن الزمن كنت قدك كده. ايام ايام يا ميشو. اشتغلنا انا واصحابي ببودره التلج وبودره العفريت، تدجلنا مليونين وعملنا فلوس ملهاش عدد ولا حصر، لحد ما في 24 ساعه خربوا بيوتنا وفلسونا. ازاي يابا؟ دخلوا لنا بقى نزلوا الزيوت والكريمات وقعدنا احنا نولول زي الحريم، بس الحمد لله ربنا ايه ختم لنا بالحلال. وربنا يبارك لنا في ايه؟ في الخشب. في ايه؟ في الخشب. يلا ننزل مغلق الخشب. يلا يابا. اسمع كلام ابوك يا ميشو، خليك واد فروت، الحكايه كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني. سيبك من الكلام الفاضي اللي بيعملوه في الناس، اللي الفلوس زايله. المراكب بتتعمل من ايه؟ من الاخشاب. السقوفه دي بتتسقف بايه؟ من الاخشاب. الابلكاشه دي تنتمي لايه؟ من الاخشاب. يلا بقى ننزل المغلق وربنا يبارك لنا. يلا كلمه السر يابا. صدق ابوك باين عليه كبر يا ميشو. معلش افتح يا باب، احنا الاحباب وتجارتنا هي الاخشاب. لا ده يا عم يا حاج. تعال. مين حبيب بابا؟ ميشو. مين روح بابا؟ ميشو. ربنا يباركلك يا ميشو. نور يا معلم. عامل ايه يا ياض؟ كله تمام. شد حيلك، طبخها وطبخها كويس، ناشف ايدك ومتبلش تاني. عامل ايه يا عرنوش؟ خدامينك يا معلم. يا ريت تكون العلامه اللي في وشك دي بقت درس وبطل الدق القديم. انا خدامك يا معلم، ما اقدرش. انا عارف، ما انا عارف. وريني. ايه دي يا ياض؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم. استباحتك؟ بتستبح بكل دي؟ ما شاء الله، هعديها لك. الفرش عامل معاك كام قطه؟ 25 يا معلم. 25 بالظبط؟ مية مية. انا اهم حاجه عندي الميزان والدقه في الميزان. يا رجاله لازم تفهموا ان سمعتنا هي سر استمراريتنا. بس المره الجايه عايزها 28، عايزين نكسب. ها؟ اوامرك يا معلم. يا ابويا، انا كل يوم اتعلم منك حاجه جديده. واحد غيرك كان يقول لهم عايز في الفرشه 30 40 قطه. لا انا عايز افهمك حاجه، الحنيه في الشغل تطول العمر وتكسب، القسوه تجيبنا ورا. مين اللي سبب الصبه دي؟ انت يا معلم. تسلم الايادي، تسلم الايادي، نقصها 10 سم. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يابا. والاهم من ده ومن ده، عايز اقول لك نصيحه، افهمني بقى، ابوس ايدك، ابوس ايدك، خليني افرح بيك. ها؟ خليني افرح ايه؟ ياض عايز ادب ايدي، ايدي توجعني، ايه الرهرطه دي؟ انشف بقى. ياض عايزك عود خرزان. اسمع نصيحه تاخدها من ابوك محدش تاني هيقولها لك طول حياتك، اوعى تامن لحد مهما كان. زي مين يا حاج؟ زي صرصر ابن خالتك وحبيبك. افتح. اتفضل. صرصر؟ ايوه. انزل يا ياض، انزل يا خاين يا كلب. اقفل. صرصر فهد دي مرشد للحكومه وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقاد. شفت؟ اوعى ياض. شفت النسيبه؟ شفت الوكسه اللي احنا فيها؟ بترشد على مين؟ على رباك وجوز اخوات اخي يعني ايه؟ يابا ده اي كده اي كده. حنام حنام حنام. ايه انت فاهم حاجه قبل حنام؟ فاهم ايه يابا؟ وكان ايه لازمته الشريط اللاصي؟ ارمت عليك عيشتك يا خاين العيش المال. قول لي يا عم وقسع. خلاص انا عشان خاطر امك وامه والله كنت ناوي شويه على النار، بس خلاص سماح، انا مش هقتله. اصيل يابا. بس هذبحه. ايه رايك؟ بصراحه يستاهل. وي 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 كنت وشك كده، وبعدين كنت وشك كده، وهو راح كده كده، وش حاجه؟ حنام حنام. طب ما تقول حنام لوحدها، اللي قبله كله ملوش لازمه محدش فاهمه. انت قاعد يا زفت. امرك يا معلمي. يلا خد الحته دي قطعها وشفيها وعبيها في اكياس وبعتها لي على البيت. امرك يا معلم. على انهي بيت؟ البيت الكبير. يلا 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 يا خاين.
اكتر حاجه اكرهها الخيانه، اكتر حاجه. الله نورك يا كباس، اضغط اضغط، ما عندناش وقت، العربيات جايه بعد الساعه. ياض عايز امسك عظم، الله يخرب بيتك. اسمع كلام ابوك، انت ياض اللي هتشيل كل حاجه من بعدي، والحاجه دي محزناني قوي. ياض اجمد بقى واسترجل اهو يابا. ثلاث حاجات ما تقربش منهم في حياتك. ثلاث ايه؟ حاجات. اول حاجه ضابط المباحث. ضابط ايه؟ المباحث. تاني حاجه المرشد، لان المرشد بيقول لضابط المباحث. ثالث حاجه البيتزا. البيتزا هي اللي عامله الرهرطه والبلاوي اللي انا شايفها. خلاص يابا فهمت؟ فهمت. ربنا يبارك لي فيك يا ابني، ربنا يبارك لي فيك يابا. انا كلامك ده حاطه ستاتيوس على الفيسبوك. حاطه ايه؟ ستاتيوس على الفيسبوك. جدا. وكل ما افتح اللاب اقراه. حطيتني واد على الفيسبوك والستاتيوس؟ امال يابا حطيت امك ولا لا؟ عشان بتزعل وتغير. طبعا يابا. حط عمتك عناد بالمره، ودي حاجه تفوتني. ربنا يبارك لي فيك يا ابني وفي الستاتيوس بتاعك. كبرت يا ياض، ياض كبرت. تعالى في حضني يا ابن عمري. ياض مش عارف اقفل ايدي عليك، الله يخرب بيتك. كله من خيرك يا حاج. خير ايه؟ 600 كيلو وتقول لي خيري؟ ده انتوا خلصتوا خيري، يخرب بيوتكم. يلا رجاله شدوا حيلكم. يابا مش هتجيب لي الفيسبا اللي نفسي فيها؟ فيسبا؟ فانا بقالي ساعه عمال اديك نصايح، ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجاله، وتقول لي فيسبا؟ الله يخرب بيت. اطلع عني هنا يا خلاص يا ما تدخلش معايا المخزن. خلاص يا فيسبا يا ابن الهايفه ده، ما تشتغل يا ورده. بنت يا ورده. ايوه ايوه يا حاج. حالي. ايوه يا حاج امور. سخني لي الكارع اللي فايض من العشاء. عينيا. قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه مال وقعت مني. ايه؟ ورقة طلاق. اه حلو قوي الجو ده. بص بقى يا ورده، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقة اعترفوا بإمكانياتي. كلهم بيخدعوك يا وردة. بقول لك، البضاعة وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ أبيعها إزاي وأنا لسه لا سلفنتها ولا قرفنتها ولا قطعتها؟ وطي صوتك وطي صوتك. بقول لك إيه؟ إيه يا حاج؟ أنا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الدهب عشان ملتزم في مواعيدي. أنا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما بأخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعة. يلا غوري. من عينيا. بس إياك يطمر. مش هيطمر. آه لقيتها. هي إيه؟ ورقة طلاق. يا سلي يا حاج. إيه يا إخوان النسوان المجنونة دي؟ حول ولا قوة إلا بالله. بابي. يا سي بابي. حبيبي يا بابي. عايزة إيه؟ واحد برا. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك برا دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاع ايه مدحت ده؟ عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجأة كأني كريمية، ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الواد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. ايه نظامه الجدع اللي هو بره ده؟ نصاب ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف؟ هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض؟ ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كبسه ساكي يا حاج. ايه؟ حاج حاج ايه؟ انا مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قادر الف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج. يلا اهلا وسهلا. اهلا. ما تخشبنيش، الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خطوة عزيزة، هو ده الاخ اللي قلت له. اهلا. يبقى مات؟ هو ده مات. انا تحت امرك يا سعادة الباشا. اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا. اتفضل استريح. اتفضل يا سعادة الباشا. لا هنا 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 نقعد، او جرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا 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 شوف اللي وراك. يلا قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني. اللحمة. تقطع اللحمة؟ آه 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 آه.
اتفضلي. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده، ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا، كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي.